أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلنا نومكم سباتا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء من فضله وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله وجنات ألفافا. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.